بداية كل ما يصيب المسلم خير، سواء كان أزعجه أم لم يزعجه، كل شيء يصيبك في الدنيا خير، أنت خلقت للجنة، واضح؟ وأحيانا الله عز وجل يرسل عليك البلايا لتنعم بها في الآخرة. لهذا أعطيك مثال، يعني كمثال بسيط، الكلام الذي يؤذيك في الدنيا، وعيد، الكلام الذي يؤذيك في الدنيا، والله فلان قال عنك كذا، فلان قال عنك، فلانة قالت كذا، الكلام الذي يؤذيك هذا في الدنيا هو الذي سيسعدك في الآخرة، واضح؟ المصائب التي أصابتك في صحتك وأذك، هذه المصائب ستسعدك في الآخرة. لهذا الذي ينظر لآخرته لا يكترث في حياته في الدنيا، واضح؟ الذي ينظر لآخرته لا يكترث في حياته مهما أصابه. وأنت تريد أن تعيش ملكا يا أخي، حتى الملوك تصيبهم النوائب، إن لم يصبه فقر، أنا أتكلم عن ملوك الأرض، أصابه مصيبة الموت، مصيبة المرض، مصيبة الهم، مصيبة الحزن، ما أحد يسلم في الدنيا. أعطني رجل سليم من الدنيا، الدنيا جاءت لك عدو، والشيطان عدو، ونفسك عدو، هؤلاء الثلاثة، بل إن من الإنس عدو، شياطين إنس يريدون أن يصدوك، أن يصدونك عن الحياة الآخرة. لهذا أنت لا تظن أن الدنيا ستسلم فيها، بالعكس، أكثر الناس وثوقا في الدنيا، أكثرهم الدنيا له غدر، أكثر الناس وثوقا في الدنيا وثقة في الدنيا، أكثرهم الدنيا له غدر، واضح؟ لهذا لا، الدنيا لا تغدر إلا ما يطمئن بها. لهذا ما أصابك من مصيبة فالله عز وجل شأنه سيكافئك عليها، فاصبر واحتسب. بارك الله. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.